Alessandro Cabello. أنا ألكساندرو كابيلو، المدير الإداري لفندق روما جافيريلي والدروف استوريا، وهو واحد من 28 فندقا ومنتجعا يحمل علامة والدروف استوريا في العالم. أتيت إلى دبي لبضعة أيام من أجل مجموعة من اللقاءات الإعلامية، بالإضافة إلى مجموعة من العملاء، نظرا لما تتمتع به هذه المنطقة من أهمية كبيرة بالنسبة لنا، على الرغم من أنها تمثل 2% من مجموع الأسواق التابعة لنا، أي ما يقارب 4000 ضيف. Hello, I'm Heinz Beck. مرحبا، أنا هاينز بيك، أملك مطعمين في دبي. الأول في الجاليريا وهو تايست أوف إيطالي باي هاينز بيك، والثاني هو والدروف أستوريا دبي نخل الجميرة. أنا سعيد باستقبال فريق فوشيا القادم من أبو ظبي. كما ذكرت، بالنسبة إلينا في فندق روما جافيريلي والدروف استوريا وأيضا روما كوجهة سياحية، فإن دول مجلس التعاون تحظى بأهمية كبيرة كونها تمثل نسبة كبيرة من سوق السياحة خاصة في موسم الصيف. I come to Dubai because it's. أتيت إلى دبي لما تتمتع به من نشاط رائع، فهناك العديد من المطاعم التي تفتح أبوابها، كما أن هناك تنوع كبير أيضا في المطاعم، وفكرت أنه من الرائع أن أتواجد في هذه البيئة بمفهومين مختلفين للمطاعم. روما جافيريلي والدروف استوريا ليس فندقا أسطوريا فحسب، بل يمكنني القول أنه المنتجع الفاخر الوحيد في المدينة، حيث يحيط بالفندق حديقة مساحتها 15 هكتارا، كما يحظى بشهرة عالمية كونه يضم أكبر مجموعة من الأعمال الفنية في أوروبا، كما أنه يضم المطعم الوحيد الحائز على 3 نجمات ميشلان في روما، والذي يقوده الشيف الشهير هاينز بيك. في رمضان يستقبل مطعم الأجواء المريحة الضيوف في الجاليريا بعد غروب الشمس، وسنقدم أطباق مميزة محضرة خصيصا للضيوف الصائمين. ذواقة الطعام يتشابهون على اختلاف منابتهم، لأنهم يحبون اختبار نكهات مختلفة ويعرفون أهمية الطعام ذو النوعية العالية، فلا أظن أن هناك اختلاف بين ضيوف المطعم في المنطقة وبقية العالم. روما جافيليري والدروف استوريا فندق أسطوري، وكل أعمال التطوير التي عملنا عليها في العام 2017 والتحسينات التي نخطط لها خلال الأعوام القادمة تهدف بشكل رئيسي لتحقيق رضا المزيد من ضيوفنا القادمين من مجلس التعاون. أنا أتطلع لمزيد من النمو واستقبال المزيد من الضيوف من المنطقة، وسأكون سعيد باستقبالكم.